راديو نيل لسه معاكم في العيلة، ولسه بنتكلم عن ازاي نقدر نعمل توازن ما بين اجواء رمضان واجواء الدراسة والمسؤوليات الكتيرة اللي بتكون على الام المصرية تحديدا طول شهر رمضان، والعزومات الكتيرة جدا اللي يعني بتبقى متدبسة في عدد منها، بس الباقي بيبقى مفرحة وحاسة برضو انها في وسط عائلتها واصحابها. ومعايا في الاستوديو مستشارة مهارات التعلم ريهام سمير. مرة تانية مساء الفل. مساء الفل. جينا بقى لأهم نقطة، العزومات. حتى حلوة بتاعتنا. بالظبط كده. على قد ما كلنا بنحب اللمة جدا، وده يعني من ضمن المظاهر الأساسية لرمضان، إلا إن هو بيبقى مرهق في الترتيب والتفكير، وإن عدد بيجي ما شاء الله في المكان، فالأم لازم تحضر قبل وأثناء وبعد. عشان كده بنلاقي دايما السيدة المنزل اللي هي بتبقى يعني مستضيفة الناس مرهقة جدا جدا وشايلة الهم. فنتخيل ده لو في الدراسة كمان، وهي مثلا مفروض عندها وقت لأولادها، فعندها عزومة في الويك إند أو في أي وقت، تقعد تحضر قبلها بأسبوع وتحضر الأكلات والكلام ده، ده كله وقت هيتاخد من الأولاد. فإحنا عايزين ندير الموضوع ده بذكاء كده، من خلال كام فكرة هقولها هتخلينا نتقابل وننبسط، وفي نفس الوقت ما نضيعش وقت أولادنا اللي هو في الدراسة. حلو. أول حاجة هو يعني أنا بعتبر إن جدتي الله يرحمها كانت من الناس المخترعين موضوع الديش بارتي ده من أكتر من 30 سنة مثلا. ده بجد، ده قلت الله. حاجة ريسنت. لا لا لا، هي ما شاء الله كانت سابقة سنها جدا في أسرة شبقى زمانها قصدي في الموضوع ده. كانت حقيقة بتعمل الموضوع ده، يعني كانت تيجي تقول أنا عليا الحاجات اللي هي صعب تشيلوها معاكم، زي شوربة، عصاير، حاجات معينة في أصناف معينة، وكل حد مننا كان بيجيب حاجة معينة من أولادها، يعني صنف معين، وبالتالي بنتجمع عندها وهي بتكون مرتاحة، بننبسط جدا جدا، وبنتعاون مع بعض في إن احنا نجمع الحاجة بعد كده ونرجع المكان زي ما هو. ما فيش لود على أي حد، كل واحد يعني يعمل حاجة تاخد ساعة ساعة ونص وخلاص. بالظبط كده. وإحنا كمان رايحين فرش، إحنا مش متضايقين، ولو عملنا كده كذا مرة خلاص هي البيت الكبير مفتوح، مش قلقانة إن يا ربي تعالوا أكتر من 30 يوم، مفيش مشكلة. لكن احنا دلوقتي عشان مثلا تبقى أسرة ما شاء الله، عندي صديقة مثلا كان عندها سبع، زوجها عنده سبع أخوات ما شاء الله، فكانوا لازم يقسموا كل حد في عزومة في يوم، فنتخيل كده تلت الشهر ضاع عزومات ما بين ان احنا بنرد البعض. فأولا تكلفة كبيرة جدا، لو انت تخيلنا ان ما شاء الله سبع عائلات بأعدادهم في بيت واحد، كمان وقت وارهاق شديد قوي. فبدأوا يطوروا الفكرة دي انه ممكن يكون هما بيعملوا مثلا يأجروا مكان، ومثلا ممكن يبقى مرتين بس، مثلا مرة في الأول مرة في الآخر، وتمام، وحتى يعملوا هما الأكل وكل حاجة، لكن مش هنلاقي بقى بهدلة للبيت ولا لود على أي حد منهم، وهينبسطوا تمام جدا. من ضمن برضو الأفكار الجميلة، لو احنا مجموعة صحاب بنبقى يعني ما عندناش الحرك بيننا وبين بعض، نتقابل في النادي، الأولاد تلعب براحتها في مكان مفتوح، احنا يبقى مش شايلين هم المشروبات والحاجات دي، سهل قوي. بعد ما نخلص نجمع نفسنا كده، هنلم حاجتنا ونرتب أمورنا، والأكل اللي باقي منا نتصرف فيه ازاي. أولا ده يعني رائع جدا، الأولاد بتعلم قيم جديدة. تاني حاجة، مفيش فعلا الفكرة الحمل اللي احنا بنقول عليه، يبقى هنتخلص تماما من فكرة ان انت تاخدي المسؤولية كاملة لتحضير يوم كامل، غالبا هتقعدي تحضري ليه قبلها بيومين، كمان يومين كمان طبيعي، الوقت الضايع زي ما بيقولوا. أيوه. هو بس الوقت اللي انت بتحضري فيه حاجة واحدة، اللي هو ده العادي في اليوم، انك اكيد في سفرة للعائلة نفسها، الأسرة كمان يعني، وهيبقى اقل من العادي. طبعا من العادي، وفي نفس الوقت على قد وقت الفطار والفترة اللي بعدها اللي هنتبسط فيها ونتكلم مع بعض. جميل جدا. وممكن مش لازم دايما نتقابل بقى وقت فطار، يعني ممكن مثلا أولاد عندهم امتحانات وكلام زيك، ممكن خليها في ويك أند ما بين الفطار والسحور، يعني برضو بيبقى السحور أكيد أخف يعني في ترتيبه، يعني ممكن نغير من شكل فكرة التقليد إن إحنا لازم يبقى في أوقات معينة بشكل معين، عشان نقدر إحنا نكون مرتاحين والأولاد نفسهم عارفين إن في سيستم ونظام في الوقت ده. طب ده الجزء الخاص بالعزومات. أم من أول اليوم عندها النهاردة تحضير في فطار، في سحور، في مدارس، غالبا في شغل كمان، يعني حاجات كتيرة جدا عليها، تنظم اليوم ده إزاي؟ تخليه عامل إزاي؟ أول حاجة لازم تبدأوا بدري. أنا بحس إن إحنا بنتلخبط اليوم لما نلاقي نفسنا إحنا بدأنا في وقت متأخر، يعني يعني ممكن جدا إن إحنا برضو نحاول نبدأ 9 بالكتير مثلا، لكن لو بدأنا الساعة 12 واحدة عشان إن إحنا نضيع جزء من الصيام فإحنا مش حاسين بيه، لا صراحة ده بيلخبط اليوم، خصوصا لأم عندها أطفال لسه في سنه صغير. لا، ابدأي يومك 9، حتى لو نزلوا ما بدري نمتي ساعتين شوية أوكي، وبعد كده تبدأي يومك عشان تبدأي تحسي بالراحة، يعني ممكن تخلصي حاجتك وبعد كده ترتاحي، تعوديهم بعد ما يجوا المدرسة يناموا الوقت اللي قبل الفطار، إحنا كنا بنعمل كده
لما كانت المدرسة في الدراسة كنا بنرجع من المدرسة ننام الساعتين اللي هما الجاب اللي لغاية المغرب، فممكن الأم برضو تكون جهزت حاجتها وتصحى بس تسخن، فده هيبقى لطيف جدا، غير لو هي لغاية آخر وقت بتجهز وبعد الفطار مفروض متطلب منها أنها تذاكر وتتابع معاها. خصوصا في كمان في امهات قالت لي على فكره احنا مش دراسه بس، ده في تمارين برضو شغاله وحاجات كتيره جدا وحاجات ودروس كتيرة شغاله وحاجات شغالة كتيره جدا وراها طول الشهر يعني. فدايما نقول البدايه بدري يعني الخير دايما في البكور، في البدايه المبكره لليوم، حتى لو في رمضان نحاول برضو ننظم نفس الفكره، بس عشان اي اسره تقدر تنظم وقت ولادها لازم تكون وقتها هي اصلا بالزبط. متوضب ومتنظم بالزبط. ومترتب ومعمول فيه زي ما لسه كنا بنقول يعني بالانس، يبان انه كل حاجة قادرين نستمتع بيها ومدين لكل حاجة حقها بالظبط كده. فهو ده اللي احنا بنحاول نعمله او نأكد عليه اكتر في رمضان، يعني لو مش عارفين نسيطر طول السنة. وبعدين بالعكس ده رمضان كمان فرصة ان احنا بننظم، احنا عندنا وجبة وجبات ليها مواعيد معينة، فده يمكن سيستم احسن من الوقت العادي اللي كل واحد بيرجع في وقت مختلف، لا كلنا هناكل في وقت معين، فده ميزة ان الدنيا متنظمة في طبعا. وقت معين لصلاة التراويح، في وقت معين للسحور، فده يعني ممكن حتى يبقى سيستم جميل ان احنا بعد كده نبقى احنا ماشيين عليه بعد رمضان كمان. فاحنا ننصحها ان هي تبتدي دايما يومها بدري، يومها بدري علشان يبقى في وقت الحاجات كتير. انا بس عايزه اقول لك حاجه، انا عايزه يعني انا بقالي فتره مش عارفه اخد تليفون علشان نقدر نقول كل المعلومات اللي احنا عايزينها، بس انا متاكده ان كتير دلوقتي بيسمعوني هيقولوا لك ما رمضان لما وسهر وسحور ومسلسلات وتراويح واقامه، يعني عندنا حاجات كتيره جدا نعمل سخافه الاولويات، هتلاقي الاولى نفسك بتمدي في اليوم بالليل مش بيبقى بسهوله قوي لو ما فيش ارتباط ما عندك شغل الصبح هتقومي له او مدارس، يمكن كمان برضو بعد المدارس ممكن ننام شويتين، بس لو ما عندكيش حاجه معينه تقومي لها الصبح تقولي طب ما يعني غير في يومي شويه ده شهر، بس والله ده بيضر جدا بالجسم لانه بيحسس اليوم، لو انا يوم شقلبت وفضلت منتظم على ده بيبقى زي ما نقول الساعه البيولوجيه كده بتبدا، يعني احنا اصلا ساعتنا البيولوجيه بتتغير في رمضان، فلو انا كمان خليتها متلخبطه داخل رمضان انا هبقى تعبانه وهبقى دايما حاسه ان انا دايما مرهقه، فهي الموضوع محتاج ان انا انظم، ممكن اقسم بقى ساعات يوم النوم بتاعتي على مراحل، بس هنام بعمق، مش هنام اللي هو ايه انام وانا حاسه ان انا قلقانه وخايفه حد هيخبط والولاد قربوا يجوا، يعني ده توتر نوم بيبقى كانه مش مفيد. كمان ممكن هي تعمل حاجه لطيفه جدا، بلاحظ الام ساعات بتبقى عايزه تعمل كل حاجه بنفسها، طب ما ممكن حاجه اسمها ديليجيت او اوكل حد تاني مكاني، يعني مش لازم كل حاجه انا لازم اطلبها بنفسي، اخلي الحاجات اللي انا عايزاها اجيبها بنفسي والباقي ممكن دليفري مفيش مشكله. فسهلت، احنا اخوات مع بعض، فواحده جنبها حد بتاع قطايف وكنافه جميل، خلاص هاتيلي معاكي ولما قبلك يبقى هاتهم لي، مش لازم ان احنا نعمل كل حاجه بنفسنا ونضيع الوقت بتاع الاولاد اللي هو لازم احنا نعمله معاهم. القصه انك تبقي كرييتيف شويه بالظبط كده وانت بتدوري على الحاجات اللي بالزبط. تسهل امورك الفتره دي علشان فعلا ما يبقاش فيه ستريس، خصوصا ده يعني من اكتر شهر في السنه احنا بنبقى حابينه ومبسوطين بيه ومبسوطين ببدايته وزعلانين وهو ماشي، فعايزين نبقى فرحانين بيه طول الوقت. طيب انا هسألك على حاجة سريعا جدا قبل ما نبتدي نتكلم بقى في تنظيم وقت الاولاد نفسهم، واحنا لسه بنقول ان في دراسة وامتحانات، انظم الوجبات الخاصة بالاطفال ازاي؟ جميل جدا. هو طبعا في اولاد طبعا صغيرين مش بيصوموا، فهنا ده المفروض يفضلوا مستمرين على السيستم بتاعهم، لانه قبل ما يروح المدرسه هيفطر او هياخد ساندوتشز معاه، هيجي ممكن ياخد بقى السناك بتاعته اللي هي الوقت بتاع الغدا ده عادي ياخده، على اساس لو اخذ وجبته الاساسيه معانا على السفره فياخد السناك دي لما يجي من المدرسه وياكل معانا على السفره عشان يحس ببهجه رمضان اللي هو الساعه حوالي 6:30. ساعتها بقى خلاص ده يعتبر عشاء بالنسبه له يعني، فممكن ياخد بقى سناك قبل ما ينام، مثلا حاجات زبادي فاكهه بسيطه، فكده ابقى ما اخليتش بفكره الخمس وجبات الاساسيه دي. لو هيصوم طبعا يبقى لازم ان احنا نخلي برضو السحور على اخر وقت، لانه صعب قوي انه ينام في الميعاد بتاعه الساعه 11-12 ويفضل صايم لغايه تاني يوم الساعه 6، ده صعب جدا، فينام ونصحيه ان هو ياكل معانا عادي عشان يبقى ساعات الصيام بتاعته مش طويلة. ولازم دايما نقول ان في اولاد صغيرين بيصروا على ده، لا يعني برضو نحاول نقنعهم ان يعني خليك طب لغاية الظهر لغاية العصر، لكن ده بيؤذيهم لو هم فعلا اقل مثلا 7 سنين 8 سنين، لا مش مفروض ان هو يصوم، لانه صعب جدا مع الدراسة كمان الموضوع هيبقى صعب جدا، هيبقى تعبان وعندنا امتحانات، فاحنا نتكلم معاهم وممكن ننصحهم ان طب ممكن تصوم في الويك اند، بلاش تصوم اثناء الاسبوع وصوم في الويك اند. وام فعلا كانت حكيت لي التجربه دي. نفسي ناخد بالنا من الموضوع ده، انا افتكر السنه اللي فاتت في العيله بعد رمضان كان يعني ناس كتيره جدا كلمت اشتكت من انه اطفال عندها 6 سنين
7 سنين حصل لها مشاكل طبعًا كتيرة جداً طبعًا خلال الشهر. الدنيا كمان كانت يمكن أحر من دلوقتي شوية. ولأ طبعاً هم يعني جازفوا بصحتهم يعني. ما ينفعش لا لا لأن نقص اللي بيحصل له نقص في المية والكلام ده مهم للمخ جدا مهم ان هو يأكل عناصر معينة. وبعدين هم أصلا في الطبيعة أكلاتهم صغيرة جدا, فلما أنا خليه كمان يصوم وقت طويل قوي فده مش صح. ولذلك هم مش مكلفين يعني, ده التفسير ان هم مش مكلفين بالصيام. فاحنا هنحاول نظبط اليوم اكتر. هنخلي دايما السحور متاخر قوي, وما صحيهم دلوقتي الدنيا مش برد ولا حاجه, فمش هيبقى فيه قلق, هيرجعوا يناموا بسهوله. ونخلي فيه العناصر الاساسيه كلها موجوده في الوجبتين دول, والسناكس طبعا اللي بتكون موجوده في النص. العيله مع مي انور الاربعاء والخميس من 3 ل 4 على نغم FM. العيله